مصر على مفترق طرق يبدو خطيرا كما يرى البعض بعد عزل الرئيس محمد مرسي. فما هي انعكاسات سقوط حكم الإخوان في مصر على الدول العربية ودول الجوار الأخرى؟ هل مهد ذلك لعودة ما يسمى بمحور الاعتدال العربي؟ وهل أصبحت مصر جزءا من لعبة الشطرنج التي تتصارع على رقعتها العديد من القوى الإقليمية والدولية؟ وما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الموقفين الأمريكي والأوروبي وحدود ما قد يمارسانه من ضغوط على السلطة الجديدة في مصر؟ هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة. أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي، أنا محمد سيف النصر، وأرحب كذلك بضيوفي من واشنطن خالد صفوري المستشار السياسي في مجموعة ميريديان الاستراتيجية للتحليلات السياسية، ومن اسطنبول معنا محمد زاهد جل الكاتب والمحلل السياسي التركي. كما أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور مأمون فندي أستاذ العلوم السياسية مدير المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية، وأرحب أيضا بالدكتور فواز جرجس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة لندن. لكن قبل أن نبدأ الحوار سنتابع معا هذا المقطع الذي يعكس جانبا من مواقف الأطراف المختلفة إزاء الأزمة في مصر. الشعب المصري إرادته حرة، إرادته حرة، يختار من يشاء يحكمه، ونحن أمناء على هذه الإرادة. الجيش والشرطة دلوقتي أمين على إرادة الناس في اختيار حكامها. America cannot determine the future of Egypt. لا يمكن لأمريكا أن تحدد مستقبل مصر، إنها مهمة ينجزها المصريون أنفسهم. نحن لا ننحاز لأي طرف سياسي. إنني أدرك أنه يغري البعض تحميل الولايات المتحدة والغرب وقوى خارجية مسؤولية الأخطاء التي تحدث في مصر. لا أعتقد أن التلويح بالضغط على مصر سيجري على أي حال، ولن يكون مفيدا في الوصول إلى إقرار السلم والأمن القومي في مصر. بالنسبة لسؤال عن موقف الدعم اللي قدم للأخوان المسلمين، هناك خطأ شائع يقع بين الزملاء الصحفيين. قطر لم تقدم مساعدات إلى حزب أو طرف معين. يجب أن نوقف بسرعة سفك دم للوصول إلى حوار مصري مصري. الأمر ليس سهلا بالطبع، لكن كل الدول التي تملك إرادة جيدة عليها أن تسير في هذا الاتجاه. فيما يخص مصر، إنني مصدوم لما يجري من أحداث ومن انتشار للمظاهرات العنيفة واستخدام للقوة مفرط فيه. لقد أوضحنا في بياناتنا أن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية خاصة، لكنها ليست المسؤولة الوحيدة. ففي النزاع طرفان ينفذان أعمال العنف. إنما ما ألمني كذلك هو التناقل الصارخ في الاهتمام الدولي بضبط النفس من قبل السلطات، وهذا مقبول، وبين السكوت التام بل التخاذل الدولي في لم يعد بإمكان مجلس الأمن أن ينظر لنفسه في المرآة من شدة الشعور بالخجل لعدم إدانته ما يحدث في مصر. أقول شيء نفسه بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، لا فرق بين السيسي والأسد، ولا فرق بين من يدعم السيسي ومن يدعم الأسد. حبشار حسيسي bunların birbirinden farkı yok. أرحب بكم مجددا مشاهدي ومستمعي البي بي سي في كل مكان، ونبدأ هذا النقاش من ضيفي في الاستوديو الدكتور مأمون فندي. دكتور مأمون،
دعم يعني من دول خليجية بعينها لمصر ربما غير مسبوق منذ حرب 73 كما وصف، لماذا جاء هذا الدعم قويا وحاسما وواضحا إلى هذا الحد الذي وصل الأمر إلى ما يشبه التهديد من دول عربية للغرب في حال استمرار الضغوط على مصر؟ أعتقد أن هناك إحساس عميق لدى المملكة العربية السعودية تحديدا ودولة الإمارات العربية المتحدة بأن هناك نوع من التدخل السافر في شؤون المنطقة في غياب وحدة استراتيجية متكاملة تدافع عن الأمن القومي العربي والمصلحة العليا للعرب. أعتقد ما نرى هو تشكيل مثلث استراتيجي جديد أضلعه هي مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مواجهة تدويل الأزمة المصرية وتحويل مصر وكأننا نتحدث عن رواندا أو نتحدث عن دولة فاشلة أو شبه فاشلة في نوع من ما يمكن اعتباره يعني السوقية الدولية أو سلوك فالجر، سلوك سوقي تجاه الدولة المصرية القديمة قدم الزمان والمكان في حدودها وشعبها وملامحه. لكن هناك هجمة شرسة على مصر، أعتقد كان لابد من التوقف أمامها من قبل الدول العربية الفاعلة. لكن اسمح لي دكتور، يعني نفس الأطراف العربية ربما التي تفسر أنت موقفها بأنه وقوف في وجه تدخل أجنبي في المنطقة، يعني كانت ربما تستدعي التدخل الأجنبي في أزمات أخرى، هل يمكن القول هكذا صراحة أن الخوف من الإخوان المسلمين تحديدا هو ما جمع هذه القوى على دعم مصر وما بدأ يبلور هذا المحور الثلاثي الذي تتحدث عنه ونقصد به مصر ومعها الإمارات والسعودية لدعمه؟ طبعا الدول ليست منظمات خيرية، يعني المملكة العربية السعودية أو الإمارات ليست منظمة خيرية لدعم مصر فقط. مصر دولة محورية في الإقليم، pivotal state، حجر زاوية، الانهيار فيها لابد وأن يكون له انعكاسات على استقرار الإقليم برمته. يعني مصر جزء أساسي في الأمن الإقليمي أكثر منها فقط الأمن داخل مصر نفسه. فالخوف من تداعيات تدهور الأمر في مصر يجعل من الحصافة السياسية والفهم الجيوبوليتيكي الحقيقي بأن المملكة العربية السعودية والإمارات يتحركا في الاتجاه الذي تحرك فيه. تدهور الأمر أم الخوف من الإخوان، لنكن مباشرين يعني في تقدير أولا يعني الإخوان ليسوا المعادلة الأساسية في الإقليم، يعني الإخوان لا يستطيعوا بمفردهم أن يغيروا طبيعة الإقليم. الخوف من أن وحدة أساسية في النظام الدولي الإقليمي تنهار، وبالتالي بيحدث نوع من الباور فاكيوم أو الفراغ الذي تملأه جماعات مختلفة من القاعدة حتى الإخوان المسلمين. طيب أسأل الأستاذ زاهد جل، يعني إذا كان لدول عربية بعينها هذه الدوافع للوقوف بجانب مصر في هذه الأزمة أو بجانب السلطة الحالية في مصر بهذه الأزمة، لابد أن يكون للطرف الآخر الذي يعارض السلطة الحالية في مصر من دول المنطقة وطبعا على رأسها تركيا ومعها قطر أسباب مغايرة. ما الأسباب التي تجعل أيضا تركيا تقف بوضوح وبمنتهى الشدة والحسم كما وصفنا موقف دول كالسعودية والإمارات بجانب الإخوان المسلمين وضد السلطة الحالية في مصر؟ أولا يجب أن نؤكد أن تركيا عانت في تاريخها الحديث من الانقلابات العسكرية، وهي تعلم ما معنى كلمة الانقلاب العسكري وما يأتي به من تآكل لأي عملية ديمقراطية. تركيا بعد مرحلة الربيع العربي كانت تتمنى حقيقة أن يكون مصر وتونس وغيرها من الدول التي حصل فيها حركة التغيرات العربية أن تكون نموذجا. في السابق ربما تتذكرون كان الحديث عن التجربة التركية، وكان أيضا أن هذه التجربة تجربة منقوصة ولا يمكن استنساخها، وهي تجربة لها خصوصيتها، والأصل والمقصود أن يكون هناك تجربة قوية. ولو نجحت العملية الديمقراطية في مصر أؤكد أن هذه الديمقراطية كانت ستكون نموذجا يحتذى به حقيقة في العالم العربي لو أعطيت لها الفرصة، إلا أن هناك دولا بعينها هي تلك الدول التي سميتمها في بداية البرنامج هي التي
التي أيضا وقفت بشكل واضح ضد عدم نجاح هذه التجربة منذ اليوم الأول، علما أن قيادات الإخوان المسلمين تفهمت المخاوف التي كانت تأتي من المملكة العربية السعودية وأن لا يكون هناك ربيع فيها، وأيضا تفهمت هذا الأمر ومدت يد العون ومدت يد التعاون. طيب اسمح لي يا أستاذ جول، يعني إذا كانت تركيا قد عانت من الانقلابات ولهذا تقف هذا الموقف مما تصفه بانقلاب في مصر، طب ما حدث انقلاب في مالي مثلا، لماذا لم تشعر تركيا بهذه الحساسية؟ أم أن الأمر يتعلق ربما بضرب مشروع إقليمي لتركيا أو كما يسمى بالعثمانيين الجدد، أو كما وصفته حتى صحيفة مليات التركية اليوم أن أنقرة تواجه ضعفا في نفوذها في المنطقة بعد ما حدث في مصر؟ مصر لم تكن قوية حتى تقوي من نفوذ تركيا في أيام الرئيس مرسي، هذه الجزئية كلنا نعرفها وكلنا ندركها، ومصر القوية هي لا شك أنها دعم لتركيا، وهذا ما كان يحصل في الكثير من الحالات حتى أيام الرئيس حسني مبارك وليس في أيام مرسي. لم يحصل أن هناك نقطة إقليمية أو مسألة حقيقية اتفق فيها الرئيس مرسي مع الرئاسة التركية وتحرك معا. حتى في الموضوع السوري لم يكن ربما هناك أي توافق إلا في الأيام الأخيرة للرئيس مرسي، فيلي هذا الكلام بشكل عام غير مرفوض. ولكن ربما تعليقا على كلام الذي تفضلتم به في موضوع العثمنة أو ما يسمى بشكل آخر بأن تركيا وعلاقتها بالأخوان، هذه العلاقة الملتبسة إذا سمحتم لي أن أفصل فيها قليلا، لا يوجد هناك مع حزب العدالة والتنمية تحديدا أي علاقة ودية بين الإخوان منذ تأسيسه في عام 2001 حتى ثورة 25 يناير، ويمكن أن نسمي أن العلاقة أو خطاب الإخوان التقليدي الذي كان يرتبط أو له يعني علاقة بالسيد والأستاذ كل هذا الدعم أربكان وهذه التصريحات النارية أستاذ جول كل هذه من جانب أردوغان فقط ليس لها علاقة بالانتماء الأيديولوجي أو امتداد مشروع كانت تراه السلطة الحاكمة في تركيا حاليا، كل هذا فقط نصرة للديمقراطية في العالم العربي ويعني وقوف ضد انقلابات عانت منها تركيا فقط. نعم، إنها نصرة للديمقراطية والنموذج الذي يحتذى به الذي كانت تتمناه تركيا وكانت تتمنى أن تكون مصر شريكة فيه. وإذا كنا نتحدث عن الغضب التركي في إزاء الديمقراطية، نحن نعرف ماذا جلبت الديمقراطية الأمريكية للعراق على سبيل المثال، أكثر من مليون شهيد، وهذه هي ثمن الديمقراطية. هذه نقطة أهم، ذكرت الديمقراطية الأمريكية، والولايات المتحدة تصف نفسها بأنها زعيمة العالم الحر الديمقراطي. أسألك سيد خالد صفوري من واشنطن، هل موقف أمريكا المدافعة عن الحريات وحامية الديمقراطية في العالم واضحا وصريحا وحدا فيما يتعلق بالأزمة المصرية؟ الموقف بدأ بعدم وصف ما حدث بانقلاب، رغم أن حتى بعض الدوائر الغير رسمية في واشنطن تراه انقلاب، وانتهى بإدانة اعتقال المرشد العام للإخوان المسلمين المتهم بتحريض على العنف والقتل في مصر بتهم قضائية واضحة. لا شك أنه مشكلة أمريكا الكبرى وتحديدا إدارة أوباما أنه أولا يريد أن يتعامل مع الجيش المصري وهو بحاجة للجيش المصري، وهنالك علاقات استراتيجية بين الأجهزة أو الأجهزة الدفاعية الأمريكية والأمنية والأجهزة الأمنية المصرية والجيش المصري. من ناحية أخرى الولايات المتحدة لا تريد أن تقف إلى مبادئ التي تدعو لها، هي الديمقراطية والحرية وإلى آخره. وبالتالي كان هنالك تقاعس منذ البداية في الموقف الأمريكي تجاه الانقلاب. الرئيس لم يسميه بانقلاب، ووزير الخارجية الأمريكي في باكستان قال أنه تصحيح للثورة. وبالتالي الموقف الأمريكي الفعلي يعني على الحقيقي إلا إذا نظرنا إلى التفاصيل هو في أغلبه إلى جانب الانقلاب والذي حصل، لكن أمريكا لم تكن تريد أن يكون هنالك سفك دماء بالطريقة التي حصلت فيها فض اعتصام رابعة العدوية والتظاهر في مصر، وهذه بالنسبة لأمريكا يخلق مشكلة كبيرة وخصوصا لنظام مثل أوباما الذي خاض معركته الانتخابية في الأصل يعني يخلق مشكلة داخلية بالنسبة لرئيس أوباما.
لا يمثل مش مشكلة نفاق سياسي بالنسبة له. هو أول خطاب أعطاه خارج الولايات المتحدة كان في القاهرة وتكلم فيه عن الديمقراطية والحرية، في حين أنه إدارته لم تقف إلى جانب الديمقراطية والحرية بغض النظر عن أخطاء الإخوان المسلمين وأخطاء الكثيرة للرئيس مرسي خلال حكمه لمصر، إلا أنه أسلوب يعني إسقاطه بهذه الطريقة بالنسبة لل الديمقراطيات في العالم هو غير معتاد، والادعاء بأنه الأمريكا متحامل أو الغرب متحامل على مصر هذا كلام غير صحيح نهائيا، لأنه إلا إذا كانوا الأخوة في مصر يريدوا أن يخلقوا تعريف جديد للديمقراطية. وقال هذا الكلام السناتور راند بول في مرافعات مجلس الشيوخ قبل أسبوعين عندما تحدى أحد السفير أمريكا السابق لمصر الذي قال أنه هذا ليس انقلاب وإن أراد شعبية، فقال له إذا خرجت الناس في الشارع ضد أوباما وتدخل البنتاغون وأزاح أوباما فهل هذه ديمقراطية؟ طيب. وهذا يعني هذا فعلا يعبر عن مشكلة الغرب بأسلوب إزاحة رئيس عن طريق الجيش. على ضوء ما تقوله، لماذا طيب لم تعترف واشنطن رسميا بما حدث في مصر انقلاب، أم أن واشنطن والغرب يعني تتبنى قيم الديمقراطية حين ترغب في تبنيها وتتغاضى عنها حين تتعارض مع مصالحها؟ لمصلحتها الشديدة مع الجيش المصري هنالك مصالح، والواشنطن بوست قبل 5 أيام نشرت مقال يتكلم عن أهمية مصر بالنسبة للجيش المصري. مصر من الدول تقريبا الوحيدة في العالم التي تخترق أجواءها طائرات سلاح الجو الأمريكي بدون إذن مسبق، هذا ما ذكرته الواشنطن بوست في صفحتها الأولى، وأرجو إذا كان الكلام غير صحيح أن يأتي الجيش المصري ليكذبه. الجيش القطع البحرية الأمريكية تدخل أو تستعمل قناة السويس بدون أن تنتظر الدور، عندما هنالك عشرات أو مئات السفن تنتظر دورها. هنالك مصالح شديدة، وهذا يوفر على الولايات المتحدة جهد ووقت في نقل القوات العسكرية إلى أفغانستان أو إلى العراق. لها الاعتبار الرئيس في موقف واشنطن مما يحدث الآن في مصر كما تقول سيد خالد. أسأل الدكتور فواز، الموقف الأوروبي كان بارزا أيضا في هذه الأزمة، لكن أسألك بعين الخبير، هل جاء متماثلا مع الموقف الأمريكي حين نضع الموقفين بشكل عام فيما يوصف بمواقف الغرب تجاه ما يحدث في مصر، أم كان متقدما خطوة على الموقف الأمريكي متراجعا خطوة مختلفا متطابقا؟ يعني أنا قراءتي المتواضعة للموقف الأوروبي تقول بأن الموقف الأوروبي أكثر تقدما وأكثر تنديدا بما حصل في مصر، وخاصة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ولعدة أسباب. يعني 4 نقاط سريعة. قضية يعني حقوق الإنسان هي قضية مقدسة في المفاهيم الأوروبية. قضية السلطة المنبثقة عن يعني صندوق الاقتراع أيضا مهمة للغاية. قضية الجيش، تدخل الجيش السلطة في أيضا مهمة جدا في. والنقطة الأخيرة قضية استخدام العنف. يعني هذه المفاهيم والمبادئ تلعب دورا مهما، وخاصة بالاتحاد الأوروبي. يعني منظمات حقوق الإنسان، المجتمعات المدنية، قضية الإعلام، يعني مهمة جدا أصبحت الحقيقة مهيمنة في المخيلة الغربية. ومع ذلك أنا أعتقد أنه إذا كنا يعني قرأنا قراءة متأنية الموقف الأوروبي، لا يريدون أن يقطعوا شعرة معاوية مع السلطات المصرية، يريدون التواصل مع السلطات المصرية، يريدون التأثير على ما يجري في مصر. يعني إذا كان هناك الحقيقة نقطة مهمة، السؤال الرئيسي في العواصم الأوروبية في بريطانيا وفرنسا، كيف يمكن أن نؤثر فيما يجري على الأرض في مصر؟ كيف يمكن أن يعني نلعب دورا إيجابيا دون خسارة مصر ومصالح أوروبا في مصر؟ طيب ما الذي يمكن أن تخسره أوروبا في مصر وتكون حريص عليه بهذا الشكل كي تتعامل كما تقول بشكل لا يقطع شعرة معاوية؟ معلومة مع بعض المعلومات الحقيقة نتكلم. التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي أهم تبادل في العالم. 2011 24 مليار دولار أمريكي، كانت نسبة التبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي 8 مليارات دولار مع أمريكا. هذه فقط تبادل تجاري سنويا. عم تحدث يعني عن يعني من أهم علاقة تجارية بالعالم. هذا ليس فقط على التبادل التجاري، قضية الاستثمار الخارجي والسياحة الأوروبية في مصر من أهم يعني ميراد للخزينة المصرية. أوروبا والاتحاد الأوروبي يمثل العمود الفقري للتبادل التجاري والاستثماري والحياتي في مصر، ومن هنا هذه العلاقة مهمة للغاية. التبادل أوروبا تصدر
يعني حوالي 800 مليون دولار أمريكي إلى مصر يعني أسلحة عسكرية، وتقدم حوالي 1.3 مليار دولار سنويا مساعدات مالية. وهنا إذن هي علاقة اقتصادية مهمة للغاية. لا يمكن الحقيقة الولايات المتحدة تقدم 1.5 مليار، ولكن العلاقة الأوروبية المصرية علاقة عضوية حساسة مادية، وأيضا فيها يعني قضية المصالح مع المبادئ والمفاهيم. طيب دكتور مأمون، على ضوء المواقف الدول العربية أو الخليجية تحديدا في هذه الأزمة، هل فعلا الدول التي أظهرت هذا الموقف دعما لمصر وما يجري في مصر الآن، هل هذه الدول مستعدة للصدام مع الغرب في هذه المرحلة من أجل مصر فعلا ودعم مصر؟ أولا يعني قبل أن أجيب، مهم جدا بصفتي كمصري الآن في هذا الحوار أن أرد على بعض النقاط. النقاط الأولى الخاصة بحق الطيران الأمريكي أن يطير دون ما سمح فوق الأراضي المصرية، هذا يعني ليس صحيحا حتى لو قالته الواشنطن بوست. هناك اتفاقات تخص الأوفر فلايت رايتس أو حقوق الطيران، وهناك تنسيق، والطيران له قضية معقدة يعني ليست بمعنى أن مصر مستباحة. نفس الشيء فيما يسمى حقوق المرور في قناة السويس. الجانب الآخر الذي يصوره الصديق من تركيا بأن تركيا قلعت الديمقراطية وأنها قامت بهذا نتيجة للديمقراطية وأن هناك انقلابا، القيم التركية حتى الآن لم تتماهى مع القيم الديمقراطية، مما يؤهل تركيا أن تدخل الاتحاد الأوروبي. يعني في النهاية الحديث على أن تركيا دولة ديمقراطية ولذلك قامت بهذا، هذا غير يعني غير واقعي وغير حقيقي. المعلن من الأوروبيين هي مسألة العثمانية، من الأتراكية العثمانية الجديدة التي صرحوا بها مرارا وتكرارا، وهم يفعلونه في وجود إخوان مسلمين في سوريا، وجود إخوان مسلمين في مصر إلى آخره. وهذا ما خلق أيضا الشرخ الاستراتيجي بين الإمارات العربية المتحدة والسعودية تركيا وقطر من ناحية في الأزمة السورية قبل أن يحدث هذا الشرخ في الأزمة المصرية. طيب النقطة الأخيرة وهي الحديث عن المساعدات الأوروبية والأمريكية لمصر، وكأن مصر دولة مادة إيدها طول الوقت. المساعدات الأوروبية والأمريكية مجتمعة لا تمثل أكثر من 1.5% من ناتج الدخل القومي المصري، وتستطيع مصر أن تستغني عن 2 إذا ما شاء. طيب أسأل الأستاذ جل في تركيا تعقيب سريع قبل الفاصل، هل بات الأمر على هذه الشاكلة أن محور تركي قطري في المنطقة مقابل محور مصري سعودي إماراتي على ضوء ما أفرزته ظروف الأزمة المصرية؟ نعم، هذا النقطة بإمكاننا أن نقول أننا قد وصلنا إليه، حتى في الموضوع السوري الذي تم التوافق عليه تركيا سعوديا في الكثير من النقاط على فترة 3 سنوات وبذل فيها الكثير من المجهود، نستطيع أن نقول أن الساسة الأتراك وصلوا إلى نقطة ربما من قلة الثقة بالساسة السعوديين اليوم، لأنهم يتصرفون ربما بطريقة خارج الإطار الدبلوماسي وخارج اللياقة التي يجب أن تكون بين الأشقاء بشكل عام، وهذا الأمر نفسه ينطبق على الإمارات المتحدة. نعم. طيب يعني سنواصل طبعا مشاهدينا هذا النقاش في حلقة اليوم من برنامج نقطة حوار في أبعاد الأدوار الإقليمية، حديث الساعة عفوا في أبعاد الأدوار الإقليمية والدولية فيما يحدث في مصر. بعد فاصل قصير نعود لمواصلة الحديث. أحداث العالم تتلاحق لحظة بلحظة، ونحن نتابع الأخبار بإيقاعها السريع عند الظهيرة لتكون لنا وقفة مع ساعة إخبارية شاملة لما يجري وما بين التفاصيل. أحداث العالم ينقلها لكم مراسلونا لتكون في متناولكم تمام 1 ظهرا في عالم الظهيرة. ساعة إخبارية شاملة بإيقاع سريع نعرضها يوميا. عالم الظهيرة على بي بي سي. عزيز وغال، إنا تكتمنا الهوى، يفتح الأسرار الحكايات. أنا ماشي في وسط قضبان السكة الحديد. إنه الصندوق. خلاني قلبي في حرب.
تبدأ رحلة التحليق في عالم الأربعينيات. صندوق يحمل لنا جواً من الطرب والفهم لموسيقانا. صندوق مع ناهد نجار على بي بي سي. مشاهدينا نواصل هذا النقاش مجددا في حلقة اليوم من حديث الساعة. أعود مرة أخرى إلى ضيفي من إسطنبول الأستاذ زاهد جل، وكنا نتحدث عن خريطة التحالفات الجديدة في المنطقة على ضوء الأزمة المصرية. ربما استمعت إلى تصريحات خالد العطية وزير الخارجية القطرية الذي حرص على التأكيد على أن بلاده تدعم مصر ولا تدعم الإخوان. هل يمثل هذا ربما دليلا على أن قطر بدأت تراجع مواقفها وحساباتها مما يحدث في مصر، أن تركيا قد تترك وحيدة في هذه الحلبة فيما يتعلق بدعم الإخوان؟ التصريح القطري يتماهى أيضا مع الموقف التركي. أنا كنت قبيل قليل أود أن أوضح هذه النقطة. تركيا بالنسبة لها الإخوان ليس هي النقطة المفصلية. لو كان الرئيس هو محمد البرادعي أعتقد جازما أن الموقف التركي هو نفسه وعينه، حيث أن كما قلت أنه لا توجد أي علاقة عضوية أيديولوجية ولا فكرية بين حركة الإخوان بشكل عام والتنظيم الدولي وحزب العدالة والتنمية بسياساته يعني المعقولة. هذا تقدير أستاذ جل، المرجعية واحدة بنظر كثير من المحللين. كلنا نتذكر سيدي عندما ذهب أردوغان إلى مصر بعد الثورة، ثورة 25 يناير، كان دعا بشكل صريح وواضح الإخوان المسلمين والقوى المصرية إلى الحكم بالعلمانية، الأمر الذي جعل ردة الفعل من الإخوان ومن القوى الإسلامية في مصر بشكل قاس وشديد على تلك العبارة وعلى تلك الدعوة. وأيضا نستطيع أن نؤكد أنه في تلك الزيارة قيادات إخوانية لا سيما منهم السيد عصام العريان ومقابلته موجودة في اليوتيوب، يقول أننا لن نسمح لتركيا أن تكون صاحب الكلمة في مصر. هذه نقطة في تلك الزيارة. فما بالك نعم كان هناك تحالف استراتيجي، لا شك أنها اتفاقيات كثيرة وقعت كما حصل بين النظام السوري وتركيا. طيب. في السابق. طيب. ولكن لا نستطيع أن نقول ونعبر عنه أنه خطاب أيديولوجي. الموضوع استهداف الإخوان هذا الأمر، واستهداف تركيا في نفس السلة، واستهداف هذا الموقف وتشويهه في نفس الإطار. الموضوع لا علاقة له بالإخوان على الإطلاق. طيب اسمح لي أستاذ جول أحصل على تعقيب من الأستاذ مأمون، ربما يوضح لنا وجهة نظر الطرف الآخر على الموقفين التركي والقطري. نقطتان، النقطة الأولى أن تركيا استضافت التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ابان عزل محمد مرسي، وكانت تريد أن تلعب دورا فاعلا. فمسألة أن غياب التنسيق الأيديولوجي غير موجود وأن تركيا تتصرف من دوافع داخلية، هذا كلام يحتاج إلى كثير من التدقيق. النقطة الثانية، الموقف التركي جاء نتيجة انفعالية لمواقف حقيقية، على سبيل المثال تجميد الإمارات العربية المتحدة مشروعات بمقدار 12 مليار دولار في تركيا نتيجة للسلوك التركي في الأزمة. هذا كلام صحيح وحقيقي، 12 مليون دولار بالأرقام حتى الآن. نعم، هناك شراكة استثمارات سيدي حتى هذه اللحظة، هناك شراكة كانت تتوقع بمبلغ 12 مليار دولار بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا، أو جمدت، لم تلغى لكنها جمدت نتيجة لغضب الإمارات العربية المتحدة من التدخل التركي السافر. المشكلة أعتقد في إخواننا الأتراك هي أنهم دائما يعني يخلطون ما بين يعني great baklava and great power، يعني وكأن لديه بقلاوة عظيمة يصبح دولة عظمى في الإقليم. مصر ليست أقل من تركيا في الحجم، فهذا التدخل الأجريسيف أو الشديد العنف تجاه مصر أعتقد أنه مرفوض من قبل المصريين بهذه الطريقة. نسأل الأستاذ خالد صفوري، أنت أكدت على أن المصالح أو حرص الولايات المتحدة على مصالحها في مصر، هل هذه المصالح تدفع واشنطن ربما إلى
لعبة توزيع الأدوار بينها وبين أوروبا؟ يعني ربما ما لا تستطيع واشنطن فعله حفاظا على مصالحها في مصر تلقي به على أو أمام الطرف الأوروبي لكي يقوم به في مسعى لتحقيق الأهداف الغربية عموما في مصر؟ لا أعتقد بذلك. أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي هو موقف الأمريكي ومبني على عدة حسابات. يعني هنالك المصالح التي ذكرتها، وأنا يعني لا أريد أن أتحدى صديقي مأمون فندي، لكن أنا قلت يعني كان على السفارة المصرية في واشنطن على الأقل أن تنفي ما قالته الواشنطن بوست. لكن الموضوع الآخر هو مصالح لديها، وثانيا عدم استطاعت الولايات المتحدة أن تقدر ماذا سيحصل خلال الأسابيع والأيام القادمة في مصر. هل سيستطيع الجيش أن يسيطر على الأمور؟ وإذا استطاع فإن الولايات المتحدة خلال أسابيع أو أشهر ستعيد كل علاقاتها مع الحكومة المصرية بشكل طبيعي. إذا استمرت الأمور بطريقة دموية ولم تستطع السلطات المصرية أن تحكم أو عفوا هناك صدى في الكلام. نعم. إذا لم تستطع أن تمسك بزمام من حديد على الأمور، فإنه أعتقد الولايات المتحدة ستكون في موقف حرج وصعب أن تؤيد حكم دموي. وأعتقد أنه تقرير هيومان رايتس ووتش قبل يومين والذي نشرت فيديوين مع التقرير يثبتون أن الجيش قتل ناس بشكل متعمد وعزل. نعم. كانوا عزل، وفي أحد الفيديوهات امرأة يعني. نعم. قتلت. نعم. وهي عزلاء، وبالتالي الذي يقول أنه لم يحصل في مصر أو لم يقوم الجيش بقتل المدنيين هو إما مغفل وإما لا يريد أن يقر بهذه الحقائق. لكن بالنسبة للحكومة الأمريكية هذه مشكلة كبيرة، وحتى أعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا يعترضون قبل أسبوعين على وقف المساعدات لمصر، اليوم أحدهم سيناتور الذي يمثلني في ولاية فيرجينيا أحد الذين طالبوا بوقف هذه المساعدات. وبالتالي أسلوب معالجة العسكر في مصر للتظاهرات يحرج الإدارة الأمريكية. فإذا استمر فترة طويلة أعتقد من الصعب على الولايات المتحدة أن تستمر في التغاضي. تمام. عن تصرفات. تمام. الجيش المصري والحكومة المصرية. نسأل دكتور فواز، يعني أنت أكدت على حجم المصالح والعلاقات بين الجانبين الأوروبي والمصري، لكن بما قد يعظم من الضغوط الأوروبية على مصر، لكن هناك من يرى أيضا أن لأوروبا مصالح في مصر كمسألة التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، التعاون في مكافحة الإرهاب، مسألة استقرار جنوب المتوسط بالنسبة لأوروبا أمر حيوي. لكن أضيف إلى هذه الأمور أيضا مجتمعة عنصر آخر، وهو الضغوط العربية وضغوط دول كما تحدثنا كالسعودية والإمارات، لها أيضا علاقات اقتصادية وسياسية مؤثرة مع أوروبا على الطرف الأوروبي. هل تعتقد أن هذه الجهود ستفلح في يعني تخفيف وطأة الموقف الأوروبي مما يحدث في مصر، في تعديل مساره بشكل عام، أم العكس؟ بسرعة، هناك تنسيق مهم ما بين الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. وهذا التنسيق من حيث مبادرات السياسية، وكانت كاثرين أشتون مع ويليام بيرنز ذهبوا إلى القاهرة، تنسيق جدي يومي بين وزارة الخارجية الأمريكية. تنسيق أما توزيع أدوار الذي رفضه الأستاذ خالد هذا الطرح؟ لا تنسيق على عدة مستويات. يعني هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي يصغي كليا إلى ما تقوله الإدارة الأمريكية. النقطة الثانية وبأهمية بمكان، لأنه لا نريد أن ندور. أنا أعتقد أن كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما تأثير محدود في الساحة الأمريكية، محدود الساحة المصرية. وزير الدفاع الأمريكي عندما سئل كان في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري قال أننا نملك تأثيرا محدودا في الساحة المصرية. مصر دولة محورية، يعني من أهم الدول في المنطقة العربية، مؤسسات يعني قديمة عميقة معقدة مركبة، عم بحكي عن مؤسسات الجيش والمؤسسات السياسية والعسكرية والمجتمع المدني أيضا. ومن هنا هناك الحقيقة اعتقاد وقناعة في الساحة الأمريكية والأوروبية أن الخيارات الموجودة للإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي خيارات ضئيلة. ومن هنا أنا أعتقد قضية التواصل مهمة جدا. يوم غدا سوف تشهد أن الاتحاد الأوروبي سوف يقوم ببعض الخطوات الإجرائية عقابية كمنع تصدير الأسلحة، ولكن لن يقف المساعدات المادية لمصر، لأنه العلاقات ويريدون برجع النقطة الرئيسية، كلا من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يريدون أن يؤثروا
في سلوك القيادة المصرية في هذا الوقت. لكن النقطة الأخيرة على سؤالك بالنسبة مما لا شك فيه أن الموقف السعودي مهم للغاية، وخاصة تأثير الموقف السعودي على السياسة الفرنسية والبريطانية. عندما كان سئل وزير الخارجية الفرنسي وكان مع نظيره القطري، قال لا قطر ولا فرنسا ولا بريطانيا تستطيع أن تغير سلوك القيادة المصرية والفرنسيين. ومع ذلك الضغط، المجتمعات المدنية، الإعلام، منظمات حقوق الإنسان، ضغط رهيب جدا على القيادة الأمريكية والقيادات الأوروبية من أجل اتخاذ خطوات عقابية ضد بعض أعمال العنف التي الحقيقة نتجت عنها مئات القتلى وآلاف الجرحى في مصر. طيب دكتور مأمون، قبل أن أتي لك بس سأحصل على تعقيب من الأستاذ خالد على مسألة انحصار النفوذ الأمريكي. هل تتفق مع ما يطرح في هذا الشأن عن انحصار النفوذ الأمريكي والأوروبي أيضا في مصر، وهو ما كشفت عنه هذه الأزمة عمليا، وأن ربما رغم تصريح بعض المسؤولين الأمريكيين بهذا لكنه كان بمثابة إقرار للواقع، وأن الإدارة الأمريكية فوجئت بأن تأثيرها الذي تصورته بسبب المساعدات العسكرية وعلاقتها الاستراتيجية مع المؤسسة العسكرية بات هامشيا ومحدودا، هل تتفق مع هذا؟ أتفق مع ذلك، لكن لا أعطي السبب لتراجع أمريكا بشكل عام. أنا أعتقد إدارة أوباما تعاملت مع السياسة الخارجية بشكل خاطئ في الكثير من الدول وليس فقط في مصر، وبالتالي هذا أضعف من الدور الأمريكي وتأثيره على هذه الدول. الولايات المتحدة يعني مع مجيء أوباما كان هنالك بعض السذاجة من قبل أوباما في تعامله مع السياسة الخارجية حتى في موضوع فلسطين، ودفع ثمن سياسي له داخل البلد. والمشكلة الثانية أن هنالك مشاكل اقتصادية وسياسية داخل الولايات المتحدة أجبرت الإدارة الأمريكية أن تعطي اهتمامها الكبير إلى الداخل. لسبب ثالث، أنه الشعب الأمريكي يعني أنهك من الحروب التي أدخلتها فيها إدارة الرئيس السابق بوش من أفغانستان إلى العراق، وبالتالي أصبح بالنسبة لهم التدخل في موضوع خارجي آخر غير مرغوب. فكل هذه الأسباب مجتمعة أضعفت من النفوذ الأمريكي في الخارج. قضية الحقيقة يعني ضآلة النفوذ الأمريكي، هناك تراجع تاريخي في الموقف الأمريكي في النفوذ الأمريكي عالميا وفي خاصة في الشرق الأوسط. باراك أوباما ليس المسؤول الرئيسي عن تراجع هذا الدور، هي تراكم السياسات، السياسات الحقيقة الخاطئة. الكتاب الجديد، مع أنه أنا موجود على البي بي سي، اسمه أوباما والشرق الأوسط، نهاية الحقبة الأمريكية في الشرق الأوسط، هو الحقيقة نشهد بداية الحقبة الأمريكية ويعني مثالا على نهاية الحقبة البريطانية في أواخر العالمية الثانية. خليني أسأل الدكتور مأمون، يعني ربما حتى كثيرون داخل مصر يا دكتور كانوا يخشون من الضغوط الخارجية ممن كانوا يؤيدون ما حدث التحرك الشعبي الذي دعمه الجيش، لكن فوجئ أيضا كثيرون في مصر وخارجها من أن التأثير أو الضغوط ربما حتى الآن لم تأتي بثمارها. كيف نفسر هذا؟ يعني في أيام النظام الرئيس مبارك كان يعتقد أن فقط يعني لو رفعت سماعة الهاتف من واشنطن أو من عواصم أوروبية ربما تتغير أمور كثيرة. يعني هناك نوع من الخلط تجاه الدولة المصرية بتاريخها. يعني في النهاية الجيش المصري الذي يحاول البعض تصويره وكأنه نمر من ورق، الجيش المصري واجه في 56 فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، دخل حروبا طويلة، الجيش تغيرت بنيته وتحديثه. نحن نتحدث عن دولة قوية تستطيع أن تستمر في حرب طويلة مع قوة كبيرة. يعني ليست هذا الجيش ليس منبطحا مجرد أن تطير فوقه الطائرات الأمريكية سينتهي. يعني نحن نتكلم عن دولة حقيقية، مصر ليست دولة حقيقية. رغم أن العلاقة الوثيقة بين المؤسسة العسكرية المصرية ونظيراتها الأمريكية ومسألة المساعدات العسكرية، لكن في النهاية الجيش المصري، يعني إذا ما ركزت في كلام الفريق الأول عبد الفتاح السيسي كثيرا ما يتحدث عن الشرف العسكري المصري، ذا ميليتري اونر، بانه في النهايه الجيش المصري يرى نفسه ليس اقل من الجيش الاسرائيلي في الجوار، وانه جيشا منافسا وجيشا قويا يستطيع الدفاع عن بلده. يعني النقطه المهمه اللي قالها الاستاذ خالد وهو صديق عزيز وعيب عليه فيها ان الجيش دموي وكان الجيش يحارب حزب الخضر في مصر او يحارب جماعه انصار البيئه. يعني في النهايه الجنود المصريين الذين قتلوا في رفح
بدم بارد، لم يفجروا أنفسهم ولم ينتحروا جماعيا. جنود الأمن الذين قتلوا أكثر من 50 واحد في فض اعتصام رابعة أيضا لم تقتلهم نيران صديقة. هي مهم جدا أن نوازن بين سلوك جماعات عنيفة تتبنى العنف ضد الدولة، وكلنا نعلم أن في أي نظام سياسي أن الدولة هي المخولة بالاستخدام الشرعي لأدوات العنف. فإنكار هذا على الدولة المصرية وتحويلها على أنها دولة برأسين الإخوان والجيش، أعتقد في نوع من الاستخفاف بمصر والمصريين. طيب دكتور فواز تعقيب سريع بس عشان الأستاذ جل يغضب منا يعني على حديث الأستاذ دكتور محمد. نحن نتحدث عن تأثير السياسي والاقتصادي والعسكري كل الحوار تبعنا، ولكنني أعتقد وأتمنى أنه صديق مأمون يخالفني الرأي أن الخسارة الأكبر لمصر الآن هي الخسارة على النطاق الأخلاقي. لأول قيادة المصرية الحقيقة خسرت المعركة الأخلاقية في العالم العام، وخاصة أنا أتكلم عن كيف يرى العالم مصر الآن، كيف يتعامل العالم، والحقيقة خسارة رهيبة للغاية. يعني مصر الآن تصور في الإعلام الغربي، منظمات حقوق الإنسان في القيادات الغربية، مصر تستخدم القوة المفرطة، يعني الأطروحة المهيمنة في الدول الغربية أن القيادة المصرية الحقيقة تستخدم القوة وبشكل رهيب جدا، تقتل المئات. يعني هذه أصبحت مهيمنة. طريق أنا عم بحكي إجماع، يعني هل ترى أن القيادة المصرية تفشل في نقل وجهة النظر الأخرى من أن هناك عناصر مسلحة هناك؟ وهذه نقطة، لأن مصر من الخطورة بمكان أنه قضية كيف يتعامل العالم مع مصر، دولة مهمة جدا، ولكن لا تستطيع مصر تحمل هذه العبء الأخلاقي. وهذه الحقيقة نقطة مهمة جدا، لا يمكن التقليل من أهمية المعضلة الأخلاقية. طيب، وكيف ينظر العالم والمجتمعات المدنية في العالم بما يحدث. خلينا نحصل على تعقيب دكتور مأمون سريعا أيضا، هل تتمكن مصر من واجهة هذا العبء الأخلاقي؟ صديقي فواز، يعني أعتقد مهم جدا، وهو أستاذ علاقات دولية، مهم أن يعرف أن ما قام به الجيش المصري في عزل مرسي يوم 3، لو قام به الجيش الألماني سنة 33 كان جنبنا كثير من مشاكل أوروبا الحالية. نحن نتحدث عن مجموعة أثبتت بالوقائع أنها مجموعة عنيفة، وأنها فشلت في إدارة مصر، وأنتجت 30 مليون في الشارع يطالبون بنهاية ولاية مرسي. ماذا نفعل؟ هل تريد الجيش المصري أن يترك الإخوان ويقتل 30 مليون الآخرين؟ يعني في النهاية هناك إرادة شعبية. نعم. طيب اسمحوا لي، لابد أن أذهب للأستاذ جل. أستاذ جل، يعني وما أنقله لك هو جاء على لسان عناصر من المعارضة التركية ليس على لساننا نحن، أن إردوغان بسبب انتمائه الأيديولوجي المعين، رغم أنك تنكر هذا تأثير هذا العامل، يغامر بعلاقات مصر مع علاقات تركيا مع مصر، ويغامر بعلاقات تاريخية مع دولة بحجم مصر في المنطقة بسبب دعمه لحركة ربما تتماثل مع توجهاته أيديولوجيا. هل تركيا تواجه هذا الخطر، الخسارة إقليميا بهذه الصورة بسبب انتماءات أيديولوجية لحكومة معينة ربما قد لا تكون في السلطة غدا أو بعد الانتخابات القادمة؟ وهل يمكن إصلاح العلاقات عموما لو استمرت السلطة الحالية في مصر وهدأت الأمور وستبت الأوضاع؟ أولا، نستطيع أن نقول أن تركيا عندما بدأت سياساتها الخارجية أثناء فترة حزب العدالة والتنمية على صفر مشاكل وغيرها، وبدأت أيضا بتطبيع العلاقات مع كل دول الجوار ولا سيما الشقيقة السورية والعراقية وغيرها من الدول العربية، كانت هذه العلاقات نعم لها مردود إيجابي ملموس على الأرض، سواء اقتصاديا وغير ذلك من المردود الإيجابي. إلا أنه بعد ربيع الثورات العربية أدركت تركيا وبحق وبصدق أن العلاقة المتينة التي يجب أن تؤسس مع شعوب المنطقة وليس مع أنظمة لا شرعية لها. لا هذه هي الجزئية. بس يعني سأسألك عن نقطة، البعض المحللين سواء في تركيا أو خارجها يرى أن تركيا تمتعت بالعلاقات الإقليمية المتميزة والدور الإقليمي المتميز حين كانت تقوم بدور الوسيط، حين اعتمدت السياسة الخارجية التركية على دور الوساطة بين مثلا سوريا والعراق، بين سوريا وإسرائيل في وقت مشاكل، بين باكستان وأفغانستان، بين إيران والغرب. لكن حين أصبحت طرفا تدعم طرفا معينا فإنها تخسر إقليميا وتضعف إقليميا كما ذكرت لك وقالت صحيفة مليات التركية.
نعم، نستطيع أن نقول أن دور الوساطات حتى الآن بعضها مستمر حتى هذه اللحظة، وتركيا نستطيع أن نؤكد أنها خلال حتى هذين السنتين نجحت في بعض الملفات، لا سيما في الملف لكنها تبدو طرفا الآن على سبيل المثال. ممكن نقطة سريعة. على كل حال نعم، هي ربما الآن تصور على أنها طرف، إلا أنها على أن، ولكن في المستقبل نستطيع أن نقول أن أي انتقال لعملية الديمقراطية لا شك أنه سيأتي بانفراجة حقيقية في العلاقات، إلا أن هذا القمع وهذه الممارسات ما دام أنها مستمرة فإن العلاقات لا شك أنها إلى تدهور، بالإضافة إلى أننا عندما نشاهد بعض الدول الأخرى كالمملكة العربية السعودية والإمارات عندما تتخذ مواقف انتحارية نحو واتجاه أيضا مصر التي الآن تعاني من أزمة حقيقية، لا شك أنها ستؤثر على إجمالية هذه العلاقات. ولكن ربما إذا سمحت لي نعم سريعا فقط، يعني أودت الانتقال إلى نقطة بس أخرى هامة قبل أن يداهمنا الوقت. أسأل أستاذ خالد في واشنطن، على ضوء ما نراه، هل تعتقد أستاذ خالد أن الوضع في مصر يجر المنطقة إلى أن تصبح مرة أخرى ربما مثل سنوات ستينات ربما وسنوات أخرى سابقة بؤرة استقطاب بين الشرق والغرب بين واشنطن وموسكو، على ضوء تصاعد لهجة الحديث في مصر عن أنه إذا قطعت أمريكا عن المساعدات لدينا مصادر تسليحية بديلة، تصريحات صدرت من روسيا تعرب عن استعدادها لتغطية ما تحتاجه مصر من أسلحة، هل تتحسب واشنطن لهذا الاحتمال؟ هل يصيب هذا الاحتمال الإدارة الأمريكية بالتوتر؟ يعني لا أعتقد كثير من التوتر، قد يكون هنالك بعض التوتر، لكن الكلام ليس منطقي، ولا تستطيع مصر أن تحول تسليحها بهذه السهولة من تسليح أمريكي إلى تسليح روسي. لكن أنا أريد أن أتكلم على نقطة مهمة جدا توضيحها، لم يقل أحد في أعتقد في هذا النقاش أن الجيش المصري جيش من ورق، لكن في هنالك مشكلة حقيقية عندما يتصرف الجيش المصري جيش عظيم، وكل الاعتداءات العسكرية التي حصلت بما في حدث سيناء مدانة، واستعمال القوة من أي طرف مدان، لكن عندما يتصرف الجيش بشكل مستهتر أو الشرطة لحياة المدنيين هذه مشكلة حقيقية. طيب. وأنا مستعد أن أرسل لصديق مأمون أكثر من فيديو إيميل على إطلاق النار المتعمد على المدنيين. الجيش لدي فيديوهات هذا الجيش والشرطة. أستاذ خالد، عرضت السلطة في مصر فيديوهات تثبت العكس ووجود مسلحين ومسلح يطلق النار من أعلى جسر في القاهرة على عمارات المدنيين الآمنين. يعني هناك روايتان ولا لا نود أن نخوض كثيرا في هذا الجدل، لكن أسأل الدكتور مأمون عن اسمح لي أن أسأل الدكتور مأمون عن هذه النقطة. حماية الشعب. طيب. عندما يتصرف مثل العصابات هذه مشكلة. هذه وجهة نظرك، يعني هناك ملايين المصريين يلتفون حول جيشهم كما يقولون ويرون أنه يكون بمهمة وطنية ومواجهة إرهاب، هذه وجهة نظر، وهناك وجهة نظر مقابلة. دكتور مأمون، فيما يتعلق بمسألة الاستقطاب الدولي والإقليمي في المنطقة، هل فعلا ما يحدث في مصر يقود المنطقة لهذا، وهل صعب على مصر أن تجد بدائل للدعم الأمريكي العسكري والسياسي؟ شوف نقطتين، أولا نقطة تصحيح لي أيضا أسر الصديق خالد صفوري أن الجيش المصري لم يتدخل ولم يكن طرفا في فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، هذا قام به البوليس ولم يتدخل الجيش، وليس هناك دليل واحد على تدخل الجيش في هذا، هذه حقيقة. النقطة الثانية، هل مصر قادرة على الجيش؟ يعني في النهاية هناك تطرف في بعض الأمور لنغير تنويع السلاح في مصر. أعتقد تستطيع مصر أن تنوع سلاحها لكن بشكل تدريجي. هل تستطيع مصر التخلي عن العلاقات المصرية الأمريكية تماما وإدارة ظهرها لأمريكا؟ ليس صحيحا، لكن في النهاية ليست الدولة المصرية خالية من أي إمكانات لتفاعلات دولية مختلفة. هناك تصور أنا أعتقد وكأن العلاقة أن مصر تحتاج واشنطن أكثر مما تحتاج واشنطن مصر. التدريبات النجم الساطع، الأوفر فلايت رايتس، حق الطيران، قناة السويس، كل ذلك تحتاجه واشنطن من القاهرة. ماذا تحتاج القاهرة من واشنطن؟ أيضا إسرائيل، يعني أمن إسرائيل والعلاقات والتفاهم. ماذا نحتاج من واشنطن؟ بعيدة جدا واشنطن في النهاية، بعيدة جدا، حتى لكي تنقذنا من الغرق ليست بذات الأهمية غير التسليح والتكنيكال هيلب أو الحاجات المساعدة. لكن في النهاية مصر ليست دولة عالة على واشنطن كي تصور، وكأن إذا ما واشنطن سحبت البلاج
فستنهار مصر. هذا غير صحيح. خلينا أسأل الدكتور فواز، هل يتحسب أيضا الأوروبيون من فقدان مصر لصالح يعني معسكرات أخرى كروسيا والصين حين يتخذون قراراته؟ أنا أعتقد ليس هذا هو السؤال الحقيقي، وأنا سوف أكون صريح وأتمنى من صديقي مأمون، هناك خوف حقيقي في واشنطن وأوروبا من أن الوضع في مصر ينزلق إلى مرحلة عدم استقرار سياسي. يتخوفون من قضية يعني استئصال حركة الإخوان المسلمين، يتخوفون من قضية استقصاب سياسي وأيديولوجي واجتماعي في مصر، يعتقدون أن المجتمع المصري منقسم على حد ذاته، وأن هناك يعني 40 أو 50%. ومن هنا ليست فقط هي قضية الانتقال السياسي من مرحلة يعني سلطوية إلى مرحلة يعني ديمقراطية، ولكن أيضا قضية إنشاء مجتمع صحي، قضية عدم والعدم قضية العدم الاستقرار السياسي يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى عدم استقرار اقتصادي، وأيضا يعني مرحلة نوع من الصدام العسكري. لا يتحسبون من احتمال حدوث تغييرات إقليمية أو في التوجهات بما قد ينعكس على الإقليم بسبب موقع مصر ودوره؟ لا أحد يقول أن مصر غير مهمة، بالعكس، ومن هنا قضية التواصل مع القيادة المصرية، ومن هنا عدم قطع شعرة معاوية مع القيادة المصرية، ومن هنا الحقيقة المحاولة التأثير في السلطة. قضية الأسلحة الروسية الحقيقة تأخذ 10 سنوات 20 سنة للتغيير، يعني هذه قضية مش وبالفعل القيادة العسكرية الأمريكية مصر يعني للقيادة العسكرية أكثر أهمية من القيادة العسكرية الأمريكية لمصر، يعني لأنه اعتماد القيادة العسكرية الأمريكية بالنسبة لعدة يعني عم نحكي عن القضايا الإقليمية يعني أعتذر لقطعك، لكن لابد أن نتوقف، دهمنا الوقت في نهاية هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن نشكر ضيوفنا، أشكر من واشنطن الأستاذ خالد صفوري المستشار السياسي في مجموعة مريديان الاستراتيجية للتحليلات السياسية، كما أشكر من اسطنبول محمد زاهد جل الكاتب والمحلل السياسي التركي، وأشكر ضيفي في الاستوديو الدكتور مأمون فندي أستاذ العلوم السياسية، وأيضا الدكتور فواز جرجس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.